إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. معكم أمل حجازي، وإن شاء الله اليوم راح نشوفوا وصفات لبنانية بعد غياب طويل وبعد ما طلبتوهم مني. اليوم راني حاضرة وراني معكم، وإن شاء الله نكون حاضرة معكم كل شهر رمضان. راح نبدأ نقدم وصفة اليوم، راح نبدأ لكم بتحلية، راح نديروا ليالي لبنان. راح تشوفوا فيها مكونات جد بسيطة وراح تعجبكم إن شاء الله. يلا راح نبداو في نوزنو المقادير. راح نبدا نوزن السميد. راح نقول لكم المقادير. راح نوزنو 250 غرام تاع سميد. هنا عندنا لتر تاع الحليب. كنت وجدت القطر، القطر هو شربات تاعنا اللي فيهم زوج كيسان تاع سكر، كاس تاع ماء. خليهم يغليو، غير يبداو يغليو نحطو فيهم ملعقه كبيرة تاع عصير الليمون، ونخليوهم يغليو 10 دقائق ونطفيو عليهم، نخليهم يبردوا. هنا عندنا 100 غرام تاع السكر، عندنا شويه ماء زهر، وللتزيين مكسرات على حسب الذوق. والفوق فوق الليالي لبنان راح نحطوا الكريم شانتي، راح يكون فيها 150 غرام من كريمه الشانتي. نحطوا فيها شويه بودره باش تماسك مليح، ونديروا فيها 50 غرام تاع السكر سكر غلاس. كيما قلت لكم راح نحطوا 250 غرام نوزنوها تاع السميد المتوسط. راح تشوفوا هذه الوصفه سهله وسريعه وما تديش بزاف الوقت، وانا متاكده هذا رمضان راح تولي من احلى وصفاتكم، وراح تسجلوها ان شاء الله، راح تدونوها تكتبوها باش كل مره تخرجوها وتستعملوها. هنا في الاول راح نحطو كل شيء بارد على بارد، نحطوهم في الكاسرونه ونخلطوهم. هنا نوجد القدره تاعي، ونزيد على السميد راح نزيدو السكر ونخلطوه. خلطوا السميد مع السكر. دروك نجيبو الطنجره، كيما قلت لكم راح نبداوها بارد في البارد. فوالا نحط السميد، نزيد عليه لتر تاع الحليب، راح نحطوها على نار متوسطه ونخلطوه. شفتوا المكونات سهلة وبسيطة وما فيهاش بزاف، راح تشوفوا الذوق تاعها رائع. هذه من الوصفات تاعي المفضلة، ودوك تشوفوا في رمضان المليح فيها تقدروا توجدوها مسبقا، يعني ديروها في الليل توجدوها والغدوة تكون عندكم واجدة. تقدروا يعني تحطوا هذا السميد ديروه في البلاطو، تخليوه يبرد بتغطيوه، والغدوة تزيدوا عليه كريم شانتي وراه عندكم لو ديسير واجد. الوغ بلا ما الحليب خليه يسخن شويه قبل ما يبدا يتكتل. هنا راح نوريكم شراح ندير تزيين بالفستق الحلبي. هذه اللمسه تاعي، وانتم تقدروا ديروها ولا تتجنبوها.
راح نجيب ان تي بانسو، وهنا راح نجيب الاطر تاعي اللي كنت وجدته. الاطر اذا كنتوا رايحين ديروا وصفات لبنانيه اللي راح نقدمهم لكم ان شاء الله، الاطر لازم دائما يكون عندكم في الفريجيدار، يقعد شهر شهرين لانه السكر يحافظ عليه، وتخليوه كل شهر رمضان ان شاء الله. ان شاء الله تصوموا بالصحه ولهنا، ويفوت عليكم هذا العام، يدخل عليكم غير بالخير ان شاء الله يا ربي. الوغ اللمسه تاعي انا ندير الاطر هنا باش كي من بعد نجي نقص المول يجي ساهل ويجوا لي طرونش باينين. هنا راح نزينه بالفستق الحلبي في الجوانب. ثم بغيتوا فضلتوا ديروا مكسرات واحد اخرين ديروهم، يعني كل شيء يبقى على حساب الذوق تاعكم. فوالا هنا راح ندير المكسرات الخشنين. راكم تشوفوا درت ثلاثه تاع الاحجام، درت هذه اللي راهي جايه هنا بودغ، هنا شويه مكسره، وهنا راهي خشينه. راح نجي نديرها في الجوان. كي تشوفوا باللي السكر درت لكم الفستق، كون جيت تشوفوا ما غاديش نستعمل كميه كبيره، راح نستعمل فريمون كمشه صغيره، يعني مش راح تكلفكم بزاف. والمليح من بعد كي راح تقطعوها وتحطوها في الصحن راح تشوفوا الشكل تاعها راح يجي شباب. انا ما ننساش السميد تاعي مع الحليب. فوالا قلت لكم دائما خليته جوست باش شويه يبدا يسخن، وبعدا ما نخليهش كاع يقعد في النار. وهنا نكمل البيستاش اللي راح تستعملوه، ما لازمش يكون حلو مالح، لازم يكون حلو. يلا تشوفوا الشكل تاعو، ومن بعد راح نصبوا ديريكتومون لا سيمول. هنا بدا الحليب يسخن، وبدا رانا نشوفوا باللي السميد بدا يتماسك. راح تشوفوا في النتيجه الاخيره مش راح تحسوا بطعم السميد، راح يولي اللون تاع ليالي لبنان ابيض، والاخضر تاع البيستاش يخرج عليه يولي اللون فاقع يهبل. وحتى في الطعم كي تاكلوه ما تحسوش بالقو تاع السميد. شفتوا الليتر يجي كميه وافره، يعني شحال راه فيها؟ راه فيها 250 غرام تاع السميد، ماشي كميه كبيره. ودوك تشوفوا تغرم. راح نستناه يغلي، غير يبدا الغليه الاولى نزيد فيه الماء زهر. فوالا شفتوها بدات تشد روحها، وهنا شوفوا فوالا بدات الغليه الاولى. ندير فيها تقريبا زوج معالق تاع ماء زهر حسب الذوق، كاين اللي يبغي بزاف الماء زهر. فوالا وهنا نحركها ونطفي عليها النار. سيبا ريحه الماء زهر اهي تعطر، راح نزيد عليها شويه ودروك نصبها ديريكتومون في المول تاعي. شوفوا القوام تاعها لازم تكون سائله بصح شاده روحها. شفتوا حتى اللون تاعها ولا فاتح. هنا نجيب الماغيز يا سلام. انا من راني يعني حاسه بدلاب بالطعم تاعها كي غادي يجي. من الاحسن توجدوها كي تبغوا تاكلوها، ديروها ليله من قبل باش تلقاوها الغدوه ولا وهي تقعد في البراد. مي ما غاديش بصراحه ما غاديش تقعد لكم
اكثر من ليله باسكو غادي تتكل بالخف تالمو بنينه. دروك نفتحوها، كاين اللي يديرها السمك تاعها خشين، انا نفضلها رقيقه، واللبنانيين في الاصل يديروها رقيقه، يديروها يعني طالعه حوالي سنتيمتر واحد. وهي خاصه اللي درناها في رمضان نبغوا تحليه خفيفه ما تكونش ثقيله، وهكذا تكون القطعه تاعكم رقيقه. فوالا دروك راح نجيب اون بوتيت سباتول، لازم تكون مسطحه احسن. هنا راح نحط فيها شويه تاع القطر باش تجي سايل داير وتجي فوالا تجيني ساهله، حتى الخدمه تجي نظيفه وتجي خير. زيد نحط فيها شويه، فوالا غير شويه باش ما تلصقليش. الطبقه تاع الاولى صاي راهي وجدت، راح نحطها تبرد مليح مليح. في هذا الاثناء غادي نوجد لك كريم شانتيي تاعي، راح نزين بها ليالي لبنان، راح نوجدوا وصفه ثانيه، بقاو بعد الفاصل. الوصفه الثانيه راح تكون شوربه عدس. باش نقول لكم صراحه هذه الوصفه عطاتها نحماتي، وهذه حطتها في عينيا، لانها الشوربه اللي كبر بها الزوج تاعي وكلها كل طفولته في كل رمضان. دونك انا اليوم راح نعطيكم السر اللي عطاته لي حماتي، راح تشوفوا فيها المقادير بسيطه، فيها العدس الاحمر، عندنا البصل، عندنا الزروديه، بطاطا، هنا عندنا قزبر ومعدنوس، شويه ليم معصر، فلفل الكحل، الكركم، الكمون اللي راح يعطيها طعم سبيسيال، وهنا نديرو مربع مكعب اللي يعطي البنه. راح نبداو نقلي البصل. راح نحطو فيها السمن، حماتي كل طيابها تستعمل فيه السمن، هو راح يزيد لنا بنه، راح يعطينا طعم. فوالا نحط كميه من السمن، غادي ندير فيها نص السمن ونص زيت زيتون. انا افضل نخدم بالملعقه تاع خشب. فوالا نديرو دائما المواد الطبيعيه للطبخ تاعنا، لازم نرجعوا لهاد الطريقه اللي كانوا يطيبوا عليها جدودنا. فوالا زيت الزيتون راه سخن، نحط عليه البصل، نقليو البصل مليح مليح. ريحه السمن بدات تعطر. السر تاع البنه ما راهش يكون في المكعب، راح يكون كي تقليو البصل مليح مليح. دائما نقولها كي ما طيبوش باللحم ولا طيبوا باللحم، السر تاع الطعم تاعكم لازم تاكدوا على القلي تاع البصل، بصح تقليوه في غرضه يعني يتقلى غير بالشويه. هنا ما غاديش نحمروه باش ما يغيش ما يبدلليش اللون تاع الشوربه تاعي. هناك تشوفوا الخضار قصيتهم مكعبات صغار، راح تشوفوا باللي مع تالي راح نرحيها، بصح راح نخلي فيها حبيبات باش تجينا شويه هذيك لاماش باش نمضغوها كي ناكلوها، خير من كي تكون كاع سايله. فوالا قلات، دروك نزيد نقلي الزروديه، شوفوا الحجم تاعها قصيتها صغيره.
هنا انا درت زوج كيسان تاع العدس الاحمر، ودرت كميه صغيره يعني زوج زروديات، زوج حبات بطاطا. ثم تشوفوا على حسب افراد العائله، بغيتوا تزيدوا زيدوا فيها. هاد الشوربه راح تعاون بزاف النساء اللي يخدموا، ربي يكون ان شاء الله في عونهم، باسكو يدخلوا يخدموا في رمضان ويدخلوا باش يوجدوا. هذه راح تعاونكم بزاف بزاف. فوالا كم تشوفوا نقلي حتى العدس معاها. دروك نزيد البطاطا، فوالا البطاطا تاعي مقطعه ومغسوله. غادي نطيب فيها غير نار متوسطه، ودروك نزيد فيها لي زيبوس. عندي فلفل الكحل، قلت لكم الكركم، الكركم اللي راح يزيد في اللون تاعها، لخاطرش العدس الاحمر كيطيب يولي اللون تاعه باهت، مي كي نزيدوا عليها الكركم راح يعطيها هذاك اللون وتولي اللون تاع الشوربه تاعنا فاقعه. وهنا معشوق الجماهير الكمون اللي زيد فيها بنه تهبل، ومع تالي نزيد مكعب تاع البنه، هذا اختياري. ما تنساوش كي ديروا المكعب ما تكثروش الملح. فوالا نزيد نقليها، نخلي البطاطا حتى هي تشرب هذيك النكهات تاع البصل اللي قليناه. نزيد لها شويه ملح، ملعقه تاعي درت بها الكركم باش ما نوسخش الملح. فوالا قلت لكم ما نكثروش الملح، هذاك المكعب ديجا راه مالح، ديجا اساسا لازم نترباو على النظام الصحي ونقللو من الملح. ودروك نزيد عليها الماء، انا راني وجدت الماء غليان، راح نزيدو عليها مباشره. شوفوا لي داك اللون راه يهبل، والريحه راهي تفحفح. فوالا فوالا حنزيد عليها شويه تاع الماء باش كي من بعد نرحيها ما تجينيش ثقيله بزاف. دوك تشوفوا القوام تاعها، فوالا شتو قلت لكم درت فيها زوج كيسان تاع العدس، وراح تغرم لي تجي لي كميه مليحه. هنا راح نبلع عليها، خليها تطيب حوالي 20 دقيقه، هو العدس الاحمر يطيب بالخف. راح نبلع عليها خليها تطيب 20 دقيقه. بعد ما تطيب غادي نرحيها نص رحيه، نخلي فيها شويه مرصويات، نصها مرحي ونصها مرصيات. قلت لكم ما نرحيوهاش كاع، راح نزيد فيها المعدنوس والقزبر اللي كنا وجدناه، راح نزيدو فيها نزيد عليها عصير الليمون. نروحوا فاصل ونرجعوا طاوله التقديم. وصلنا
وصلنا نهاية حلقة اليوم. شفنا وصفات بسيطة سهلة تقدروا قاعد تديروها. درنا شوربة عدس أحمر، درناها بالطريقة اللبنانية، شفتوا كي اللون تاعها باللون بالكركم طاها لون شباب، ورحيناها نص رحية. درك أنا درتها بالميكسور كي كملت الطياب، ثم تقدروا تديروها غير تاع هذاك لوبريس بوري، تلحيوها شوية، لازم يكون فيها شوية تاع لاماش. والطبق والتحلية اللي درناها كانت ليالي لبنان، قدمناها مع القطر اللي قلت لك تقدروا ديروها مسبقا، بعد خليناها تبرد مليح. القطر راح نستعملوه في الآخر لتقديم الطبق. احنا من بعد راح نقصوا اون ترانش، راكم شفتوا هنا درت البيستاش، دوك راح خليت لكم خليت البلاص باش نقصها دي بتي ترانش، ومن بعد انا في الصحن تاع التقديم راح نحط فيها شويه تاع القطر، راح يعطيها ذوق رائع. نقول لكم شهيه طيبه، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها، والى الملتقى. إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان.